عندنا مشكل الهوية، الهوية الثقافية نتاعنا ضايره. واحد يجي يصنع لنا قلة، واحد يدير عود، واحد يدير رونبوان فينا حاجة ما فهمناش. هذا نخلو المفكرين تاعنا تاع المنطقة هما اللي يحدوا. ولو أن المنطقة تاعنا كانت شهدت بلي كانت زيارات كبيرة للفنانين العظماء اللي كانوا عندنا هنا، وكانوا دي صواري كبار دارهم الأستاذ تاعنا المغربي بلادي. لا كان دار دي صواري بزاف في مشايا، وقليل اللي كان عندنا بها. كان دار دي صواري هنايا، دار جلسات ليلية حميمية في مشايا وقديمة ديسكريتمون. وكان عارفش بلي كاين سميعة وكاين فنانين ما يجيش، كان جمع معنا بزاف، كان يخدم بزاف في مشايا ويخدم بالشهر. هذا اللي نصحي. وحرمة الأرض في عز الليل، وقسوة التدهين والوحدة والتسهيل، وقسوة التدهين والوحدة والتسهيل. لسه ما غمش بعيد، لسه ما غمش بعيد، وقسوة على تقريبا مشى بغا يذوب كاع. ولا الانسان اللي عنده الماتريال عنده راسون وعنده لي باب وعنده لي ميكرو، ولا هو الشاب دور كاس يجيب لك فيولونيست ويجيب لك معوان ويجيب كذا سمعت. ولا هو اللي عنده ولا مول الباش هو اللي يحكم، مول الباش يلعب، مول الباش هو اللي يحكم في لاسواري، مول الباش وزيدو. حنا نقولوا الله يهديهم.
يجب عليك.